السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هتكلم عن رسالة كتبها والدي العمي بعد وفاة الزعيم جمال عبد الناصر، ومش فاكر رد كان ايه، ووفاة الزعماء الزعيم جمال عبد الناصر والزعيم انور السادات. زعيم جمال عبد الناصر كان ليه شعبية غير عادية، جامحة، شخصية قوية كاريزمية، الناس كلها كانت بتحبه، كلنا كنا بنحبه عشان حضوره الجماهيري القوي وبعض المشاريع اللي عملها للفقراء والمساكين في مصر إلى آخره. نختلف معاه في كثير من اللي هو عمله، لكن بنتكلم عن حتة معينة ان هو كان بيهتم بالفقراء والمساكين. مات جمال عبد الناصر وكان ساعتها مفيش اعلام قوي، مفيش استقلاليه الاعلام، مش عارفين ايه اللي بيحصل في السجون، مين اللي بيختطف، مين كذا مين كذا، لكن كبار الناس كبار السن من المجتمع زي والدي وعمي وغيرهم ممن كانوا يستمعون هذه المصائب التي تحدث والسجون المفتوحه والتعذيب والتشريد الى اخره والاخفاء القسري كانوا يعرفون هذا ولا يتحدثون عنه. وفي فيلم جميل جدا اسمه احنا بتوع الاتوبيس، بطولة الزعيم عادل امام وبطولة عبد المنعم مبولي ومجموعة اخرى، تتحدث عن الفترة هذه اللي حدثت في مصر. وبعدين دخلنا بقى في حرب 67 والهزيمة النكراء الى اخره، وبعدين توفى عبد الناصر رحمة الله عليه. فالرسالة خرجت مع الملايين من الشعب، ابناء الشعب خرجوا. طبعا كان في اتحاد اشتراكي كان قوي جدا، والاتحاد الاشتراكي كان تعتبر مؤسسة تؤله اي احد في مصر او تدمر اي احد في مصر من تمكنها في المجتمع المصري. خرجوا الملايين وانا خرجت مع الملايين دول، واخويا خرج مع الملايين دول الى اخره، وكنا نبكي. فكانت الرسالة اللي بعتها والدي عمي، يعني هم عارفين طبعا التفاصيل اللي كان بيحصل في مصر من تعذيب وقهر الى اخره، ومش هم لوحدهم وغيرهم. يعني هل هذه الملايين التي خرجت ستغفر لعبد الناصر ويدخله الجنة؟ ولما نيجي نقارنها مع ما حدث للزعيم الراحل أنور السادات، اللي هو كنا بنسميه بطل العبور وبطل السلام واللي حقق الانفتاح والديمقراطية إلى آخره، ولم يمشي وراءه أحد إلا بعض الزعماء، فلعدم ومشي الشعب المصري وراء السادات لدواعي أمنية سيجعله لا يدخل الجنة؟ فكان السؤال محير فعلا. لكن الفصل القاطع ما بين الاثنين، ان الزعيم او الشخص او الانسان قد يكون هناك حقوقا للعباد عنده. يعني انا لي حق عند ابن عمي، ان لم اتنازل عن حقي عند ابن عمي بعد ما ماته فربنا هيحاسبني عليه وربنا هياخذ لي حقي من ابن عمي. فما بالك بقى لما يكون الزعماء هم ساعتها زعماء لدوله فيها 30 مليون او 40 مليون او 50 مليون، وظلم فيهم 10,000 او 20,000 او 50,000 او 100,000، وكلهم يقفوا امام الله سبحانه وتعالى يحاجون هذا الحاكم او هذا الاخر. فلذلك دي وصيه من الوصايا اللي سيدنا عمر رضي الله عنه قال فيها: كفى آل الخطاب واحد وفقط انه يمتحن بالإمارة او بالرئاسة او بالخلافة. ووصى ابنائه لهم لا يتبوأوا منصب الرئاسة لانه كأنك تجلس على مقعد من نار لعظم المسؤولية. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه نصب نفسه مسؤولا عن البعير ومسؤولا عن البغل وعن الحمير وعن الجبال وعن الطيور، ناهيك ان مسؤوليته عن ظلم الناس او قهر الناس او تهميش الناس الى اخره. فهذه الاشياء احنا بنتذكرها لان في الماضي كان الناس بتخاف تتكلم من بطش القوى الامنيه ليهم، وزي ما كنا بنشوف في الافلام القديمه في التمثيلات والمسرحيات. لكن السؤال ده هو اللي جاء على 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 ذهني، تذكرته، ويمكن السؤال ده عمره قول 79 50 سنة، سؤال عمره 50 سنة، لكن جاء على ذاكرتي علشان أقول لكم يا شباب، إن أردتم أن تتبوأوا المسؤولية وتسرعوا من أجل المسؤولية وتقفوا مسؤولين أمام الله، ف
فسيكون عزم مسؤولياتكم أمام الله بعزم الناس الذين كلفتم بأن تدافعون عنهم. كانوا 1000، كانوا 5000، كانوا 10000، كانوا 100000، كانوا 1,000,000، إلى آخره. والسلام عليكم ورحمة الله.